بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المحلي في كتابه المسمى بكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين في كلامنا على صلاة الجماعة، قال: وإن أدركه أي الإمام راكعا أدرك الركعة. وقفنا عند هذه فيما سبق، صح كلام شيخ؟ وإن أدركه أي الإمام، يعني مسألة بسيطة جدا صورتها أن المأموم أدرك الإمام حال كون الإمام راكعا. السؤال هنا: هل المأموم يدرك بذلك الركعة أم لا؟ هذا هو السؤال. أجاب عنه بقوله: وإن أدركه أي الإمام، يعني وإن أدرك المأموم الإمام. الإمام المحلي بيفسر الضمير المتصل، أما الضمير المنفصل فهو للمأموم، يعني أدرك المأموم الإمام راكعا حال، يعني حال كون الإمام راكع أدرك الركعة، يعني صار كأنه التحق به في القيام وقرأ معه الفاتحة. قال: قلت، في بقى شرط، مش أي إدراك، لأن الكلام هنا معناه أنه كل ما يدركه المأموم، كل إدراك من المأموم للإمام في ركوعه يدرك به المأموم الركعة، لابد أن يكون هذا الجزء الذي أدركه مع الإمام حصل معه الطمأنينة، يعني يركع المأموم ويطمئن في ركوعه. ولذلك يقول الإمام النووي: قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام، يعني بشرط أن يطمئن المأموم في ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، قبل ارتفاع الإمام، يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه من أقل الركوع مش أكمل الركوع. ونحن قد عرفنا قبل ذلك أن أقل الركوع هو يعني إذا أراد أن ينحني بغير انخناس، وإذا أراد أن يضع يده على ركبتيه ويأخذ بهما فعل، هذا هو أقل الركوع. يبقى لابد وأن يطمئن المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع، فبذلك يحصل له تمام الإدراك أو الإدراك. بيقول: قلت، لسه في تفاصيل، قلت بشرط أن يطمئن، يعني أن يطمئن اطمئنانا يقينيا، يعني أن يتيقن من الاطمئنان، فلو شك لم يكن مدرك، شك بمعنى أنه تردد حتى ولو كان بالرجحان، فلا بد أن يدرك على سبيل الجزم واليقين. قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم. هكذا ختم الإمام النووي كلامه في هذا، في هذه الزيادة، قلت زيادة، يختمها بالله أعلم، هذا منهجه في التأليف. وعللوا ذلك بأن الركوع بغير طمأنينة كلا ركوع، الطمأنينة شرط في الاعتداد بالركوع، فإذا ركع من غير أن يطمئن لم يكن ذلك الركوع معتدا به ولا محسوبا، فانتفاء الطمأنينة تؤدي إلى انتفاء الركوع. قال: كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به، اللي هو إيه؟ اللي هو شرط الطمأنينة قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع، صرح به صاحب البيان العمراني. وأن كلام كثير من النقلة أشعر به،
يعني ايه؟ خلي بالك في فرق ما بين صرح واشعر. اشعر يعني كلام غير صريح، يعطي دلالة لكنها دلالة ليست صريحة. وأن كلام كثير من النقل، نقلة المذهب، يشعر بهذا الشرط، حيث إنهم جعلوا شرط الاعتداد بالركوع الطمأنينة، وهو الوجه، يعني وهو الموجه، وهو الراجح، ولم يتعرض له الأكثرون، لم يتعرضوا له على سبيل التصريح، لأنه قال إيه؟ قال أشعر به كثير من الناقة، كلام كثير من الناقة لا يشعر به، لكن له لم يتعرضوا له صراحة، يعني لم يذكروه ذكرا صريحا. واستدل أئمتنا على ذلك بما رواه الإمام البخاري عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، يعني جاء وقد أحرم في آخر الصف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع، ثم بدأ يمشي، بيمشي في صلاته، ما هو بيمشي ولكن بيمشي بثقة، بحيث لا يعد ذلك مشيا كثيرا، أو لعله هذا قبل تحريم الحركة في الصلاة. قال فانتهى إليه، يعني سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع معه إلى آخر الحديث السابق في الفصل الثاني. طيب واضح يعني أنه هنا الاستدلال على أن سيدنا النبي قال له زادك الله حرصا، أن أنت يعني دخلت وكبرت وأدركتنا في الركوع، ثم بعد ذلك مشيت ولا تعود، يعني ولا تعود إلى إيه؟ إلى مثل هذا المشي في الصلاة. قال وسيأتي في الجمعة، يعني في كتاب صلاة الجمعة، أن من لحق الإمام المحدث، أو شوف لحق الإمام المحدث والإمام راكع، وأنا أدركت في الركوع، هل تحسب لي الركعة؟ لا. ليه؟ لأنها إذا لم تحسب الركعة للإمام لا تحسب للمأموم، لأن الإمام أصل والمأموم فرع، فإذا لم تحسب للإمام لا تحسب كذلك للمأموم، من باب أولى. قال وسيأتي في الجمعة أن من لحق، من يعني أي شخص لحق الإمام، لكن أنه إمام، قال الإمام المحدث، سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، راكعا، راكعا يعني حال كون الإمام المحدث في الركوع، لم تحسب ركعته، لم تحسب ركعة المأموم. على الصحيح، وسيأتي الكلام على ذلك، ليه؟ لأن الإمام غير مهيأ للتحمل، ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة، يعني كان الإمام في ركوع خامس ساهيا،
ودخل مع الإمام وأدركه وهو راكع، فهل يكون بذلك مدركا للركعة؟ لا، يعني لا يكون مدركا للركعة، لأن شرط إدراك الركعة أن يكون ذلك محسوبا للإمام. قالوا كده، قالوا شرط الإدراك أن تكون الركعة محسوبة للإمام، فإن لم يكن هذا الركوع والركعة محسوبة للإمام كركوع المحدث أو من قام إلى زيادة ساهيا لم يكن المأموم مدركا للركعة، يبقى شرطها إيه؟ أن يكون هذا محسوب للإمام، لأنه إذا كان محسوبا للإمام حسب للمأموم. ولذلك قال ومثله من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة السهوا، ده قيد، لأنه لو لحق الإمام في ركوع ركعة الإمام مزودها عمدا أصلا هو مش في صلاة، لأن هذا الفعل فعل يبطل صلاته. ولذلك من أدركه وهو يعلم إمام لاعب قد ائتم به مأموم لاعب، وإمام لاعب مع مأموم لاعب الاثنان فعلهما كلا فعل. وهنا بقى في شوية فروع كده، يقول لك صلاة الكسوف فيها كم ركوع؟ أربعة، في كل ركعة اثنين. انت بالك الآن ليه؟ كلامك صح وكلامه صح، انت بتتكلم على كل ركعة هو بيتكلم على الركعتين، وانت الآن ليه؟ كن واثقا يا أخي من إجابتك. إذا هو الشيخ بيقول فيها أربعة يعني كل ركعة فيها أربع ركوعات؟ لا، ده هما الركعتين كل واحدة فيها اثنين، يبقى اثنين في اثنين بأربعة، ولا اثنين في اثنين بستة؟ ممكن عند الإخوة الماليزيين تزيد، من ناس أصحاب كرم، يبقى الأربعة معهم تبقى ستة عادي، خد بالك. فيجي يقول لك صلاة الكسوف بقى بما تدرك؟ هل يدرك بأني أدرك الإمام في ركوع الركعة الأولى أم في ركوع الركعة الثانية؟ إذا صلى الإمام صلاة الكسوف بالهيئة الكاملة، قالوا لا، تدرك بإدراك ركوع الركعة الأولى. بإدراك ركوع الركعة ليه؟ لأن الثانية دي كأنها كوبي من الأولى، مش الأصل، كوبي من ليها أسد من الأولى. فإذا أدرك مع الإمام ركوع الركعة الأولى الأول أدرك الركعة، طب أدرك الثاني لم يدرك به الركعة. سؤال هنا بقى جميل كده، لأن البرتقال لما بيجي العلم بيبقى حي وكثير. افرض أنا أدركت مع الإمام ركوع الركعة الأولى، حلو كده، أدركت الركعة بعد ما قمت سمع الله لمن حمده في الاعتدال، نويت المفارقة لعذر، هل تحسب لي هذه الركعة أم لا؟ أنا ناقل كل حاجة، ما بجيب بكتهيش، أنا راجل يسموني إيه؟ يقول لك راجل نص، بس بفكر، لكن هل أدعي مثلا اجتهادا أو ما اجتهاداش؟ لا، ما لناش في الكلام ده، شرف لنا أن نسير على منهج أئمتنا. فيجي يقول لك كده، الحالة اللي زي دي يقول لك إيه؟ يقول لك آه يحتسب له، وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم
أحدث في اعتداله. ومثل ما لو أحدث في اعتداله إيه بقى؟ تخريج إيه؟ إن أنا أنوي المفارقة لعذر. يعني افرض إن أنا التقيت مع الإمام في الركوع قبل أن يرفع الإمام، حدث معي الطمأنينة، ثم بعد ذلك الإمام رفع، كلام جميل، وبعد ما رفع الإمام الإمام أحدث، أنا كده مدرك؟ آه مدرك. طب افرض ما الإمام أحدث ولكن أنا نويت المفارقة لعذر، طلع فلان الفلاني الوهابي ومش عايز أكمل معاه مثلا، يعني احنا بنقول يعني مزاحا لكن نحن نصحح الصلاة خلفه وإلى آخره، وإن كان هو يسيء في عقيدته معنا. آه كذلك، لأن هي مدام احتسبت يعني سواء أكملت معه أو سواء انفردت بها. هنا سؤال تاني، أنت بتقول لو أدرك الإمام حال الركوع واطمأن معه قبل أن يرفع الإمام، هل يكون مدركا؟ نعم يكون مدركا، سواء قصر المأموم أو لم يقصر. نعم، افرض أنه هو جالس ومنتظر الإمام كبر قرأ الفاتحة، بعد ما قرأ الفاتحة ركع على ما خش معه، الله أكبر، ودخل معه، هل يكون مدركا؟ نعم يكون مدركا، لأن الخبر كده، زادك الله حرصا ولا تعد، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال. فسيدنا النبي جعله مدركا ولم يسأله هل أنت كنت معانا أول ما كبرنا وقصرت أو أن أنت جئت متأخرا ونحن راكعون، لم يفصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه في هذا. ولذلك قال الشافعي قاعدة عظمى هي أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من الإيه مشايخ، العموم من المقال. فكان سيدنا النبي قال له أدركت معنا سواء يعني قصرت أو لم تقصر، جئت مبكرا ها وتركتنا حتى دخلنا في الركوع أم دخلت معنا مباشرة في الركوع. يا فندم ماله اتباع الرخص؟ مش فاهم. ايه رايك في الخبر؟ النبي ما فصلش، فكانه قال له مطلق، انت مدرك مطلق، لان احنا قلنا ايه؟ ترك الاستفصال في قضايا الاحوال ينزل يا سيدي منزله العموم من المقال. عندنا اي قاعده اخرى؟ ومين اللي قال لك انها رخصه؟ ايه هي؟ فين الرخصه فيها؟ دي أحكام، أنه قد يكون مدركا بإدراك الإمام في القيام جزءا يقرأ فيه الفاتحة، وقد يكون مدركا في الركوع، دي مش رخصة يا شيخ أسلم. أنا أمنع ولا أسلم لك أنها رخصة. ماشي، بارك الله فيك. بعد كده قال لي بقى لا التقصير يا مولانا هو هيفوت عليه فضيلة التحرم مع الإمام، لكن احنا بنتكلم على قضية أنه يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه. طبعا الكلام ده مش عند الملكية كده ولا عندكم بشكل تاني؟ طيب، لكن أخونا أبرار بيدقق شوية في العبارات. بعد كده قال لي بقى مشايخ، قال ولو شك في إدراك حد الإجزاء بالطمأنينة على ما سبق. إيه ده؟ عندكم إيه؟ ولو شك في حد الإجزاء بعدها إيه؟ إيه؟ ولو شك في إدراك حد الإجزاء بعدها بالطمأنينة.
بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام لم تحسب ركعته على الأظهر. صورة المسألة إنه هو دخل والإمام راكع ثم رفع وشك، هل يا ترى أنا اجتمعت مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه، أو أنا اجتمعت مع الإمام واطمأنيت قبل أن يرفع الإمام رأسه أم لا؟ يبقى هو شك في الإدراك، هل أدركته في القدر المجزي الذي يحصل به إدراك الركعة أم لا؟ فيقول لك لم تحسب ركعته في الأظهر. ليه؟ هل لأنه الأصل القاعدة بتقول كده، الأصل عدم الإدراك. فإذا شككت فيه الأصل عدم، ففي هذه الحالة لا يكون مدركا، وده ماشي مع قاعدة الأحواطية. يبقى ولو شك، يقول لك بقى في الكلام شك يعني تردد، حتى وإن كان بغلبة، يعني غلب على ظنه إن هو أدرك، لا احنا عايزين يقين في إدراك حد الإجزاء. إيه هو حد الإجزاء يا مشايخ؟ إن هو يدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع، بل ويدرك ويطمئن قبل أن يرفع الإمام، في إدراك حد الإجزاء بالطمأنينة، يعني مع الطمأنينة. خلي بالك اهو، يبقى الباء هنا بمعنى ايه؟ مع. انا فاهمها كده، اللي عنده فهم تاني قول. احنا فاتحين الدرس للمناقشة الواسعة. حاضر، بس اقول الباء دي، انت فكر يا ابرار، انا بحبك عشان بتفكر، واخد بالك، فكر تعيش تاكل ايه؟ جبنة وقراقيش. يبقى في إدراك حد الإجزاء مع الطمأنينة، ما هو يدرك إيه؟ يدرك حد الإجزاء، ومع إدراكه لحد الإجزاء يدرك أيضا الطمأنينة. يبقى مع الطمأنينة يعني مع إدراك الطمأنينة، يعني كأن تكون، أو ممكن يعني إدراك حد الإجزاء في الطمأنينة، يعني حد الإجزاء بيبقى جوه الطمأنينة، ولا الطمأنينة بتبقى في مع حد الإجزاء؟ لا، الطمأنينة بتبقى مع حد الإجزاء. على ما سبق، يعني على ما سبق الكلام عليه قبل ذلك. قبل، يبقى ايه قبل دي متعلقة بايه يا ابرار؟ يبقى يدرك ادراكه قبل، متعلقة بادراك، يعني يدرك قبل ان يرفع الامام رأسه من اقل الركوع. يا ترى انا اجتمعت مع الامام واطمأنيت قبل ان يصل الى حد اقل الركوع ام لا؟ او انا برجح اني انا ادركت الامام قبل ان يصل الى حد اقل الركوع. سؤال تاني، يعني احنا قلنا الشك يعني يا عم زيد يعني مطلق التردد، سواء كان باستواء مع ارجحية، يعني حتى غالب الظن فيها ما ينفعش. ليه؟ لأن عندنا قاعدة بتقول لك الأصل عدم الإدراك. لم تحسب، لم تحسب له تلك الركعة في الأظهر، يعني على قولي الإمام الشافعي الراجح منهما عدم الحسبان، وعلل ذلك أصحابنا بأن الأصل وأن القاعدة أنه غير مدرك، لأن القاعدة عدم الإدراك، واليقين اللي هو عدم الإدراك لا يزول إلا بيقين، وهو يقين الإدراك. حلو، بس في كلام بقى هيوافق أسد ويخالفني، بس هقوله للأمانة العلمية، في كلام أسد يعني ايه سيسعد به جدا. وكذا ان ظن ادراك ذلك،
زي ما قلنا ان شك بمعنى ايه؟ بمعنى تردد، سواء كان باستواء يعني مع تساوي الطرفين، او بأرجحية الادراك على عدم الادراك، سانكيو، او غلب على ظنه. غلب يعني ايه؟ يعني صار ظنا قويا، ظن غالب من ظن فقط، يعني ممكن يكون 80% 90 قوي، لان هذا رخصة. وهي لابد من تحققها. ما انا ممكن ما كنتش انقل لك الكلام ده، لكن الأمانة العلمية تدعو الى ذلك، بلك، لان هذا لان هذا اللي هو ايه بقى، اللي هو الادراك رخصة، وهي لابد من تحقق سببها. تحقق سببها اللي هو ايه؟ اللي هو ان يلتقي مع الامام في الركوع ويطمئن قبل ان يرفع الامام عن اقل الركوع، لان عندك انت في قاعدة تانية بتقول ايه؟ الاصل بقاء الامام على ما هو فيه، وفي قاعدة تانية بتقول لك ايه؟ الاصل عدم الادراك. فاذا تعارضت قاعدتان، اذا تعارضت قاعدتان ارى انهم يقدمون القاعدة التي فيها احوطية، بلك، لانه هيبقى مقاله ايه؟ ان هو مدرك غير مدرك، احتمال واحتمال. خلاص يا سيدي بلاش خالص الركعة دي، ونصلي أخرى، ونحن على القاعدة أننا إذا شككنا في عدد ما صلينا بنينا على اليقين. كده أسد فرحان. بس أسد يعني بيقول أنا بفكر. خد بالك، فكر، محدش قالك ما تفكرش. وقد تكون فكرتك موافقة لكلام العلماء، لكن هذا التفكير ينبغي أن يقف عند حده، ولا ينتقل إلى دعوى أنك فقيه، أو إلى دعوى أنك فقيه، يبقى أن أنت فقيه أو أنا مجتهد. لا، فكر، ولكن هناك فرق ما بين أن تفكر وتحاول أن تستغل ما لديك من مخزون علمي، وفرق ما بين ان انت تدعي الاجتهاد. فرق ما بين التفكير ودعوة الاجتهاد، لان التفكير اعمال للمخزون المتراكم من المعلومات والاشباه، والاجتهاد ملكة راسخة تمكن صاحبها من الاستنباط. فأخونا أسد حلم بيحاول إن هو يفكر، ويقول لك دي رخصة، وما دام رخصة لابد من تحقق سببها. سببها اللي هو إيه؟ سببها اللي هو ان انا ادرك الامام في الركوع مطمئن قبل ان يرفع عن اقل الركوع، وهذا السبب غير متحقق، يعني غير متيقن، يبقى دي رخصة فلابد من تيقن سببها. ولذلك لم نقل بان الاصل بقاء الامام على ما هو فيه، فأنا أدركته ومتشكك، لا، الأصل الإدراك، لا، الأصل مش الإدراك. فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه، يبقى الأصل بقاء الإمام على الركوع. ويسجد الشاك للسهو، وفي الحالة دي بقى إذا شككت أنا مدرك أو لست مدركا، امشي مع القاعدة أنك تسجد للشاك للسهو الاحتمالي أن يكون ذلك زائد، ممكن تكون مدرك، لأنه بعد سلام الإمام شاك
في عدد الركعات الإمام قام. أنا صليت مع الإمام 3 ركعات، وفي ركعة منهم من الأربع، يعني 4 ركعات، 3 ركعات توام تامة، وركعة أدركته في الركوع. لكن شككت، هل يا ترى أنا أدركت قبل أن يرفع مطمئنا أو لا؟ بعد ما بيقوم الإمام يبقى أنا شاك، يا ترى أنا أدركت أو لم أدرك؟ يبقى شك في أن الركعة دي محسوبة أو غير محسوبة. طيب الإمام هيتحمل عني، الإمام يتحمل عني في البداية، لكن أنا بعد ما سلم الإمام أنا ما زلت شاك، فلذلك لا يتحمل عني الإمام شيئا. حلو كده؟ أنت بقى إيه السؤال بقى اللي أنت رتبته يا أسد على إن هو رخصة؟ أنا قلت لك ليس برخصة. وماله ايه المشكلة انه يجري وراء الرخصة؟ هو يجري والرخصة تجري منه. وأيهما يسبق يا أسد يعني يحصل عليها؟ ايه المشكلة؟ وأنا ما أعرفش في مشكلة إلى الآن. هو اتباع تتبع الرخص غلاف اتباع الرخص. تتبع الرخص ده يعني أنا دايما ما بركعش إلا ما لا أدخل مع الإمام إلا في الركوع. تتبع فيها إيه؟ تفعل، فيها كثرة. لكن لما يجي واحد يعمل كده مرة واحدة ما فيش مانع، مرة اتنين ما فيش مانع، لكن تتبع معناه في حد بينتظر لغاية ما الإمام يرجع فيدخل معاه في كل مرة. ما حصلش الكلام ده، لا يحدث هذا أسد. يبقى اهبل. روح ازاي يعني؟ هو بينتظر لغايه اما الامام يركع فيركع معه؟ والله هو يعامل معامله السفيه. في رمضان، رمضان ممكن 20 ركعه، هذا شخص ينتظر كله الاول حتى يرفع الامام ويرفع معه. والله انا شايف ان ده نادر، والنادر يلحق بالكثير الغالب. بقول لك انا ما شفتش. تقول لي يبقى مش نادر؟ بقول لك انا ما شفتش، وانا في هذا المجال من التسعينات، وان شئت قلت من الثمانينات كمان، اواخر الثمانينات، لكن انا ما شفتش حد كده كل ما ويقوم ملتزم مع الامام. حتى وان كان كذلك هذا نادر عند السادة الشافعية، والنادر يلحق بالكثير الغالب. ماشي. في مسألة في السفر، كان له طريق يؤدي إلى القصر. لا لسه هيجينا ده إن شاء الله في مجال. في هذه المسألة إذا قصد الذي في سفر إذا قصر، فلا يجوز له القصر في الصلاة. وعلى مرة وكان سبب المنع، بس مش تتبع. فما هو المنع؟ لأنه هو ما هو المنع إيه؟ إيه وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه؟ صدق لو انا كنت اخفيت عندك النص كان احسن. يعني لو الاختيار بين المشي، ايه وجه الشبه بين هذا وذاك؟ هنا له طريق يصلي مع الامام الاول، يعني هو ده له طريق طويل، اصله هنا يعني سلك احد الطريقين بلا غرض غير ان هو يقصر. هو هنا قصد الطويلة حتى يقصر الصلاة، ومنعه بسبب هذا. بسبب هذا ولا بسبب حاجة أخرى؟ بسبب علة أخرى. لا. طب هات لي الكلام ده، هات لي الفرع ده، يلا ائتني بهذا الفرع. ائتني يا أسد بهذا الفرع ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. ماشي، على ما اسد يجيبه نكمل
ما قرأنا. قال والثاني يقول الأصل بقاء الإمام في الركوع، يعني بيقول له إيه؟ بيقول له تحسب له الركعة. ويقول ده متعرضا للعلة، أما الحكم فهو ظاهر أنها تحسب له الركعة. يبقى هنا يقول لك إيه؟ حسبت له الركعة. ويقول في تعليله الأصل والقاعدة بقاء الإمام على الركن الذي متلبس به. ويقول الأصل بقاء الإمام في الركوع. يبقى ما دام الأصل بقاء الإمام في الركوع يبقى أنا أدركت وهو إيه؟ وهو راكع قبل أن يرفع رأسه. قلنا له لا، ده متشكك في سبب الرخص، والرخصة لابد من تحقق سببه. ولأني عندي قاعدة أخرى وهو الأصل عدم الإدراك تعارضت مع قاعدة الأصل بقاء الإمام على الركوع. طيب كلام جميل، انتهينا من المسألة تصويرا وحكما وتعليلا وتدليلا. هنا أمر متعلق بالمصطلحات بقى، يعني حاجة متعلقة بالمصطلح. يا ترى المسألة دي من قبيل الأوجه أم من قبيل الأقوال أم بعضها كذلك، يعني بيحرر المصطلح. يبقى هنا سوف يتكلم عن تحرير المصطلح. بيقول لك وتبع المحرر. هو المحرر اللي هيتبع الكتاب هيتبع ولا تبع صاحب المحرر؟ صاحب المحرر، يبقى ده مجاز على الحذف. وتبع صاحبه المحرر اللي هو الإمام الرافعي له كتاب المحرر. طب ولماذا خص المحرر؟ ما قالش وتبع الشرح الكبير. ده سؤال ليكم بقى، ما جاوبوا، احنا مش عايزين نفكر. مش احنا اتفقنا على ان درسنا مبني على التفكير واعمال الذهن والمناقشات والتعلم والتعليم وعدم التسرع والاستفادة من الخبرات. ده درسنا كده، يعني منذ ان اقامنا الله سبحانه وتعالى في تدريس العلم، ودروسنا المفتوحة قائمة على هذا. وتبع صاحب المحرر. عارف هو المحرر ليه؟ أولا ممكن يكون في احتمالين. أولا لأن الكتاب اللي هو بيشرحه المنهاج أصله المحرر. رقم اثنين لأن العبارة ديت بتاعت الأزهر مذكورة في المحرر، يبقى مذكورة في المحرر، فمن أجل ذلك نسبها للمحرر. وتبع الرافعي صاحب المحرر الغزالية الإمام أبو حامد. لو بقى كتاب إيه؟ لو الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة. وله كتاب في الجدل اسمه تحصين المآخذ، 4 مجلدات، طبع حديثا، طبع حديثا. فبيقول لك ان الامام الرافعي تابع الامام الغزالي في ان المساله من قبيل الاقوال لا من قبيل الاوجه. اقوال يعني منسوبه لسيدنا الامام الشافعي، اوجه يعني للمجتهد من اصحاب الامام الشافعي. قال في حكايه قولين، حكايه قولين للامام الشافعي. شفت بقى الرافع بقى في الشرح الكبير جعلها من قبيل الأوجه. ولذلك بقول لك هو قال صاحب المحرر ليه؟ لأنه في المحرر فعل هذا، جعلها من قبيل الأقوال. وحكاه الرافع وحكاه في الشرح
وحكاه الإمام الرافعي في الشرح الكبير عن الإمام الجويني صاحب النهاية وجهين. قال لا، ده هما وجهين وليس قولين، وجهين للأصحاب. طيب دي بقى ده نقل وطريقة الرافعي. نروح بقى نشوف الإمام النووي عمل إيه. يبقى هو هنا بيحرر لك المصطلح ده من قبيل الأوجه ولا من قبيل الأقوال، بعد بقى ما صور وعلل وذكر الشروط و و و إلى آخره. قال: وصححه في أصل الروضة، وصححه. مين اللي صححه؟ الإمام النووي. يبقى الإمام النووي في أصل الروضة اللي هو اختصرها من العزيز ذكر أن الأصح والأرجح أنها من قبيل الأوجه لا من قبيل الأقوال، وصوبه في شرح المهذب. صوبه الإمام النووي، يعني قال هذا صواب، فأنا أقول لك ده الراجح أنها من قبيل الأوجه لا من قبيل الأقوال. كتاب آخر يقول لك إيه؟ والصواب، كأنه بص العبارة مختلفة، صواب يعني ما عداه خطأ، يعني في جزم. وصوبه في شرح المهذب، قال يبقى في شرح المهذب قال إنه هو من قبيل الأقوال وهذا هو الصواب لا من قبيل الأوجه. لا العكس، قال هو من قبيل الأوجه لا من قبيل الأقوال. مع تصحيحه، مع إنه أيضا في المجموع شرح المهذب الإمام النووي ذكر طريقة قاطعة بالأول، قال والله نقطع بإيه؟ بأنه من قبيل الأقوال لا من قبيل، لا طريقة قاطعة بالأول. الأول اللي هو إيه؟ إن هو يدرك في طريقة كده، ذكر إن هو يبقى مدرك قطعا. قال: لأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة. يبقى الحكم بالاعتداد بالركعة، يبقى الاعتداد بالركعة سببه إيه؟ إدراك الركوع. يبقى إدراك الركوع ده سبب، والمسبب الاعتداد بالركعة. الاعتداد بالركعة ده رخص، سببها الإدراك، فلا بد أن نتيقن من سبب الرخص. فمتى شككنا، يعني ترددنا، سواء كان ذلك باستواء أو كان ذلك بأرجحية، فإننا في هذه الحالة نعود إلى الأصل وهو عدم الإدراك. قال: فلا يصار إليه، يعني إلى الاعتداد، إلا بيقين. واليقين أننا نتيقن من سبب الرخص، فمتى شككنا في سبب الرخصة يبقى حينئذ لا نترخص ونعود إلى الأصل. سبب الرخص الاعتداد ده هو ده المسبب، وهو رخصة سببها أنني أدرك الإمام وهو راكع مطمئن قبل أن يرفع رأسه إلى أقل الركوع. ينبغي أن أتيقن أنني قد أدركت مع الإمام هذه الحالة، فمتى لم أتيقن عدت إلى عدم الإدراك. مسألة الإيه؟ لا ما خلاص، هو بس بيحرر المصطلح وعايز يقول الإمام النووي ذكر رأيا في طريقة بتقول إن هو مدرك بلا خلاف،
وطريقة تانية بتقول لا ده فيها خلاف، وطريقة بتقول لك هو من قبيل الأوجه، وطريقة تالتة بتقول لك من قبيل الأقوال. فهمت يا دكتور؟ إيه اللي ما فهمتوش؟ صوبه يعني صوب، الضمير عائد هنا على ايه؟ على انه من قبيل الاوجه. يبقى صوب الامام النووي في المجموع ان هذه المساله من قبيل الاوجه لا من قبيل الاقوال، مع انه صحح علاوه على ذلك انه هو ذكر طريقه قاطعه بالاول بتقول ما فيش خلاف، وان هو مدرك بلا خلاف، وعلل ذلك بما قلناه لك. هكذا افهم. ها مدرك بلا خلاف او غير مدرك؟ لا مدرك، لان الحكم ركوع رخصه فلا يصار اليه الا بيقين. يقول لك مع تصحيح طريقه قاطعه بالاول ان هو مدرك. لا، شك دي مسألة أخرى، إن هو مدرك أو غير. ما عندنا في قولين، قول الأول بيقول إيه؟ بيقول إن هو تحسب له الركعة. الثاني يقول لا تحسب له الركعة. حلو كده؟ ايه ده الكلام؟ خد يا ابني هات لنا ميه. لا ميه ميه، يعني هات ميه بيضاء بيضاء نقيه. عوان بين ذلك، من ادرك الامام في الركوع كان مدركا للركعه. وقال محمد بن اسحاق ابن خزيمه وابو بكر الضبعي، الصبعي مش الضبعي، لا الصبغي، وإسكان الباء الصبغي، صبغي والغين المعجمة، يبقى الصبغي بكسر الصاد المهملة، يبقى الصي الصبغي، وإسكان الباء الموحدة صب صبغي وبالغين المعجمة، كلاهما من أصحابنا اللي هو محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر الصبغي. لا يدرك الركعة بإدراك الركوع. قول الثاني. ده هو هنا حكاها، حكاها مش قول، ده حكاها وجهه. وجه ثاني. لأن هنا بيقول لك قاله من أصحابنا، تبقى وجه يا مولانا. وجه. وهذا شاذ منكر. والصحيح الذي عليه الناس وأطباق عليه الأئمة إدراكها، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام، فإن لم يكن ففيه تفصيل نذكره في الجمعة إن شاء الله. ثم المراد بإدراك الركوع أن يلتقي هو الإمام يعني، وهو يعني المأموم وإمامه في حد أقل الركوع، حتى لو كان في الهوي والإمام في الارتفاع فقد بلغ. طيب بيفرع بقى، بيقول بقى اهو، بص اللي انت عايز تقوله، بيقول لك هكذا صرح به. ويشترط ان يطمئن فيه قبل ارتفاع الامام عن حده، عن الحد المعتبر. هكذا صرح به في البيان واشعر، وبه اشعر كلام كثير من النقل، وهو الوجه، وان كان الاكثرون لم يتعرضوا له. ما سوى الامام النووي بيعمل، الامام المحلي بيشرح النووي بالنووي، بيشرح يا مولانا النووي بالنووي، بس يجيب لك من المهذب ويجيب لك من التنبيه ويجيب لك ويحطه قدامه ويبدأ يشرح النووي بالنووي. فالنووي قد شرح نفسه، بشرح لك المنهاج بشروح الإمام النووي. ولو كبر وانحنى وشك بعد كده، بيقول لك فوجهان بس خلاص، ما
بس هنا هو بيقول لك انها من قبيل الاوجه مش من قبيل الاقوال. احسنت. طيب يا عم الشيخ. لا يا حبيبي، الشك ده انتهى منه خالص، ملوش دعوه بالشك، بيتكلم على طريقه قاطعه بالاول، وهي انه يكون بادراكه للركوع مدركا للركعه الاولى، اللي هو انه يكون بإدراك الركوع بقيده مدركا للركعة. لكن هذه المسألة أصلا ما فيش خلاف صح؟ إزاي؟ ما فيش خلاف، قلت بشروط بشرط أن يكون قبل ارتفاع الإمام أن أقدر والله أعلم. ده قيد فيها، ده قيد فيها يا مولانا. لكن هو بيقول فيها الأظهر أنه يكون مدركا. مقابل الأظهر أنه لا يكون مدركا. ثم بعد ذلك قال إن الإمام الرافعي في المحرر جعلها من قبيل الأقوال، في الشرح الكبير جعلها من قبيل الأوجه، الإمام النووي صححه في أصل الروضة أنها من قبيل الأوجه، لأنه ذكر واحد عن أبو بكر الصبغي وعن الإمام ابن خزيمة وكلاهما من أصحابنا، يبقى هي من قبيل الايه؟ من قبيل الاوجه وليست من قبيل الاقوال في اصل الروضه. وصوبه في شرح المهذب. طب هات لنا شرح المهذب، عباره شرح المهذب دي مع تصحيحه، مع انه صحح في شرح المهذب طريقه قاطعه بالاول، الاول اللي هو ايه؟ اللي هو انه يكون مدركا. قال كده ان هو يكون مدرك بلا خلاف. قال لان الحكم بالاعتداد بادراك الركعه رخصه. ايوه، ما هو ثواني، والثاني يقول الاصل بقاء الى سنه سنه. ده احنا انصرف بصرنا. لا، انا عمال اشرح وانتوا سايبيني كده اهرتل. لا لا، ده المسألة التانية. لا، نتكلم في مسألة الشك وانتوا سايبيني كده اهرتل، واخد بالك، واتكلم. انا حصل لي انصراف ذهني. لا لا لا، المسألة كلها ارجع تاني في الشك، في الشك في خلاف. في حال الشك لم تحسب ركعته في الأزهر. طيب ماشي، انقل الكلام، أنا تصورت تصور غير صحيح. يبقى هي أيضا في مسألة الشك، مش في أصل المسألة. أصل المسألة أصلا ما فيهوش خلاف، لكن مسألة الشك دي من قبيل الأوجه ولا من قبيل الأقوال؟ قال والله المحرر جعلها من قبيل الأقوال، في الشرح الكبير جعلها من قبيل الأوجه ناقلا ذلك عن الإمام. كلام جميل. وصححه في أصل الروضة. كلام جميل. وصوبه في شرح المهذب اللي هو إيه؟ إنها من قبيل الأوجه وليست من قبيل الأقوال، مع أنه صحح طريقة قاطعة بتقول لو شك في إدراك حد الإجزاء مع الطمأنينة على ما لم تحسب له ركعة. معلش، ما سمحنا فيما يعني وصلنا إليه. كل ما ذكرته منسوخ، مش منسوخ، منفوخ، حاصل من انصراف ذهني الى اصل المساله. وربنا سبحانه وتعالى ما يكرمكوش من انصراف الذهن. بس كويس، يعني نبهنا اخونا ابرار بارك الله فيه، وان المساله احنا يعني عدنا فيها. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ مسألة الشك. نقولها تاني، مسألة الشك فيها ايه؟ قولين. من الذي ذكر انهما قولان؟
الإمام الرافع في المحرر. حلو كده؟ ومين اللي ذكر إنهما من قبيل الأوجه؟ الإمام الرافع في الشرح الكبير، والإمام النووي صححه في أصل الروضة. هات لنا بقى أصل الروضة تاني. وفي المجموع صوابه، قال ده هو ده الصواب، مع أنه في المجموع حكى طريقة تقول بأنه يقطع بأنه غير مدرك. يقطع بأنه إيه؟ الواد ده قايلها بس ما ايه؟ ما امتلكش الشجاعه انه يكمل فيها. لا، دي من ادرك الامام في الركوع كان مدركا، دي اصل المساله. احنا عايزين بقى فين؟ بقى في الشك. فين الشك؟ اهو بيقول: ولو كبر وانحنى وشك هل بلغ الحد المعتبر؟ فوجهان، اهو ما قالش وجهان، ما قالش قولان، قال فوجهان. وقيل قولان. شوف من عندي ايه، وجهان وقيل قولان. اصحهما لا يكون مدركا، أصح الوجهين وأصح القولين أنه لا يكون مدركا، والثاني يكون، يعني يكون مدركا. فأما إذا أدركه بعد الركوع فلا يكون مدركا للركعة قطعا بلا خلاف. بس تماما. عايزين إيه؟ تصريح. لا، ما هو بص يا عم الشيخ بيقول لك ايه، فوجهان وقيل. تعبيره بقيل يبقى يقول ان هو ما لم يصححه. تعبيره بقيل التي تشعر بالتضعيف يبقى هو لم يصححه. عايزين بقى عبارة المهذب، شرح المهذب. شوفوا لنا كده عبارة شرح المهذب. بيقول اهو: هو بشرط ان يكون المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد المنزل. واطلق جمهور الاصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة، ولا بد من اشتراطها كما ذكر صاحب البيان. قال الرافعي: قال اصحابنا: ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ. خلاص ماشي. وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء، وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس. وفيه وجه ضعيف مزيف، أنه لا يدرك الركعة بذلك، حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين، وحكاه الرافعي عنه عن أبي بكر الصبغي من أصحابنا، وبكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة. قال صاحب التتمة: هذا ليس بصحيح، لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف من بعدهم لا يعتد به. فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزئ وطمأن قبل الارتفاع عنه أم بعده، فطريقان: أحدهما وهو المذهب، وبه قطع الجمهور في الطريقتين ونص عليه الشافعي في الأم، لا يكون مدركا للركعة، لأن الأصل عدم الإدراك، ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة، فلا يصار
إليه إلا بيقين. والثاني فيه وجهان، خليك معايا بقى، حكاه إمام الحرمين وجعلهما الغزالي قولين، والصواب وجهان. شفت بقى اهو كده البحث انتهى، بل مات البحث بهذا الكلام. أصحهما هذا، والثاني يكون مدركا. بس انت هتحضر معانا الكنز، وان شاء الله ستهضم الكنز. خد يا عم الشيخ، بيقول لك ونص عليه الشافعي في الام لا يكون مدركا، لكن بعد كده بيقول لك وجعلهم الغزالي قولين والصواب وجهان. في قول أنا مع كلامه، بيقول لك إيه؟ بيقول لك الصواب وجهان. ما تقولوش بقى طب ما أنت من شوية قلت عايز يعمل زي الإسناوي. يقول لك تناقضات الإمامين، الإمام الرافعي والإمام النووي. هي مش ده مش هتبقى المهمات، هتبقى الملمات والمصيبات الواقعات على دماغ هذه الأمة من المتأخرات. ايه بس قول يا اسد، خليك شجاع كده يا اسد واخرج وازقر. وهو المذهب، وبه قطع الجمهور في الطريقتين، ونص عليه الشافعي في الام، ونص عليه الشافعي في الام لا يكون مدركا للركعه، لان الاصل عدم الادراك، ولان الحكم بالاعتداد، ولانه كذا وكذا، والصواب وجهان. اسألوا يوم القيامة، اسألوا طب فين فين يا ابنة مهمات؟ لأنه هو بيقول لك فطريقان، مع أنه بيقول لك أو حكى طريقة قاطعة، طريقة قاطعة بالأول. أيوة مولانا، ما هو ده طبيعة طبيعة، ممكن يكون هو صحح الوجهية ولم يصحح القولية، ويكون نص الإمام الشافعي مؤول بأي شيء بسيطة. بس أنت يوم القيامة اسأل ده الإمام أسد، الإمام أسد البريطاني بيقول لحضرتك ده فيها قول للإمام الشافعي. خد بالك، يعني هو ده من الاقوال مش من الله. لا ما هو هيبقى قول مع اوجه. خليك معايا، الامام الشافعي صدر عنه قولان ولا قول واحد؟ طب خلاص، خد بالك، يبقى صدر عن الامام الشافعي قول، وفي طريقه تانية حصل فيها اوجه. فهل هي بقى من قبيل الأظهر اللي فيها قولين الإمام الشافعي؟ قال لا مش من قبيل. من قبيل إيه بقى؟ من قبيل الأوجه، وصححها. طب كلام الإمام الشافعي لا ده ممكن يكون فيه تأويل حاجة زي كده، لكن خلاص أنت مش معاك الحكم، خلاص يا أسد. ويكبر للإحرام كغير اللي هو الاعتداد. لا فلا يصار للاعتداد الا اذا تيقنا من سبب الاعتداد، وهو انه قد ادرك الامام حال كونه في الركوع واطمأن قبل ان يرتفع الامام عن اقل الركوع. فهمنا كده؟ حلوه؟ يقين اللي هو ايه؟ لابد من تحقق تيقن سببها، واللي هو ايه بقى؟ اللي هو بإدراك الركوع، ان هو يكون تيقن من إدراك الركوع، هو ده اليقين، هو ده سبب الرخصة. الرخصة وهو الاعتداد بالركعة.
سببها ايه؟ ادراك الركوع. ده ايه ده يا شيخ؟ كده واحد مرة واحدة. فإذا كنا تبطل صلاة ده تفريع يا مولانا. السطر الآخر اللي هو ولو ركع لم يكن للركوع محسوبا له. ولا فإذا قلنا إنه يتمم القراءة، ومن تمام البيان في ذلك أن أبا زيد إذا فصل بين، فين يا عم الشيخ؟ اللي هو هنا في إدراك التكبيرة الأولى، وهنا دقيقة لابد من الاهتمام به، وهو أن من قصر ولم يكبر حتى ركع الإمام فكبر وركع فهو مدرك وثاقا، ولا أثر لتقصيره بغيبته أو تأخيره في حضوره، فإنه إنما يلحقه حكم الجماعة إذا تحرم. لا لا لا، ما في خلاف، كلام إمام هرمين، كلام إمام هرمين يا راجل، كلام إمام. إذا أقول له إمام هرمين يقول لي ابن رفعة؟ يا شيخ يا شيخ اتق الله. يقول لك وهنا ها هنا دقيقة لا بد من الاهتمام بها، وهو أن من قصر ولم يكبر حتى ركع الإمام فكبر وركع فهو مدرك وفاقا وفاقا، ولا أثر لتقصيره بغيبته أو تأخيره في حضوره، فإنه إنما يلحقه حكم الجماعة إذا تحرم. يعني أول ما قال الله أكبر بقى خلاص دخل حكم الجماعة. فأما درك الفضيلة فلا يبعد أن نفصل فيها بين المقصر والمبتدر. هنقول له لا، أنت قليل الأدب ولن نعطيك الثواب. فإن الغرض من الحث على التكبيرة الأولى الدعاء إلى ترك الملهيات. قول له لا، أنت عشان سيبك بقى من الملهيات وسيبك من مشاهدة الكرات واذهب إلى التكبيرات. وأحكي لكم مرة كده حاجة لطيفة قوي. كنت أصلي بالناس في سنة 90، وكان مصر في مصر بلد عظيمة كبيرة حفظها الله سبحانه وتعالى، وحفظ لها أزهرها ودار إفتائها، اللهم أمين. وصليت بالناس وكنت حافظ قرآن، يعني كنت خاتم القرآن واخد إجازة وكنت بصلي بالناس، بس ما بقولش بيان. قلت البيان مرة واحدة في حياتي، كان سنة 91. وبصليت، وكان في هذا الوقت يذاع مباراة كرة قدم بين مصر وهولندا، خد بالك، كأس العالم اللي المرة اللي يعني اتعادلنا فيها 1-1 وكأننا فتحنا القدس. ورحت مصلي بسورة الروم، قلت بقى هصلي، لكن عارف أنا لو رجعت يعني قديما بالزمان كنت قرأت لهم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، نصفت لهم قل أعوذ برب الفلق على ركعتين، لأنه ما كانش دماغه معايا. قرأت في الركعة الأولى بأول ربع من الروم، وفي الركعة الثانية بالربع الثاني من سورة الروم، وكنت أسمع تأفيف الناس الذين يصلون خلفي وأصوات وأنا أعاند أقول لهم يعني لن تتركوا الصلاة. مع أن هذا ليس فقه، يعني كانت تأخذنا الحماسة وأن نجمعهم على القراءة والقرآن والذكر والصلاة، ولكن لو عدنا يعني لخففنا، لأنه ما فيش خشوع. وأول ما الناس يسمعوا هيصة أحس إنه كلهم طلعوا شافوا التلفزيون ورجعوا كملوا معايا الصلاة. فهو يا مولانا شوف بقى أنت بتقول يعني. فليفهم الناظر ذلك، إمام الهرمين يا راجل،
فين بقى الخلاف بقى اللي عندك؟ وريني كده. لا هو النهاية حاجة. طب والله أسلوبه سهل. لا لا واحدة واحدة بقى. امسك ما تقفلش. عن بعض شروع المؤذن أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة. حكى عن بعض مين هو؟ ده بيقول لك إمام الحرمين هنا وفاقا. بس حلو البحث جميل. ايه بقى اللي انت كنت عايز تقوله زياده؟ هل نفس الكلام ديت وثاقا و... طيب الله انتهى البحث الممتع الجميل، وانا سعيد جدا بهذه المناقشات المفيده التي اثرت الدرس. وكنت اظن ان انا محضر حوالي 8 اوراق في حوالي 80-70 فقره من الكنز شرحا والى اخره، وكنت اظن اني انا يعني هخلصه، لكن مر قرابه الساعتين وما خلصناش الا 16 فقره. ما لناش علاقه احنا بكثره المقروء او قلته، انما نريد استفاء الابحاث فقط. فاستفاء الابحاث والمسائل مقدم على ختم الكتاب. يلا يا ابني قول اقرا. سيدتي ماذا نستفيد من تحرير هذه المصطلحات؟ انت تستفيد ايه؟ ايه رايك؟ انا استطيع افرق هذه الاقوال. والله تستفيد انه الامام النووي بينبه على متانة المذاهب، خد بالك، لأن المصطلحات ديت من أدبيات أو المصطلحات من يعني إيه من مهمات العلم. يا ترى المسألة دي من قبيل الأوجه ولا من قبيل الأقوال ولا هي من قبيل الطرق، ويعبر فيها بإيه؟ هذا بناء دقيق وبناء محكم نحاول أن نحافظ فيه على العلوم، لأن العلوم عبارة عن إيه؟ عن مصطلحات. فحفاظك على المصطلحات حفاظك على العلم. يا عم يا تفرق إيه؟ مش هو رأيه خلاص؟ لا رأيه خلاص تبقى أنت عقلية عبثية وعقلية سطحية وعقلية يعني لن تأخذ العلم بأصوله ولن تستفيد شيء وستنتهي في نصف الطريق، هذا على أفضل التقادير. لكننا نحرر المصطلحات ونحرر الأوجه ونحرر المنظومة العلمية ونطرحها لطالب العلم. وإلا لو كانت لا تفرق شيء لم يكن الأئمة يجتهدون في صناعتها وفي ضبطها. ضبطها من العلم يا مولانا. طيب إيه تاني؟ قال ويكبر للإحرام. طيب هو أدرك الركعة بإدراك الركوع، يعمل إيه؟ وجد الإمام راكع، قال الله أكبر للإحرام وهو قائم هكذا مستقيم حتى يحسب له هذا التكبير، ثم بعد ذلك الله أكبر للركوع. واضح. طيب قال الله أكبر ويعني وكبر ثم بعد ذلك ركع، هل هو نوى تكبيرة الإحرام؟ يعني ممكن يكبر تكبيرتين، في تكبيرة للإحرام وتكبيرة للانتقال، دي ما فيهاش مشكلة. طب إذا كبر تكبيرة واحدة قال الله أكبر ثم ركع، بنقول بما نويت؟ قال والله أنا نويت الإحرام يحسب لي، نويت الانتقال، انت ما دخلتش الصلاة، انت دخلت السينما، اطلع على السينما، ما دي صلاة. قال ويكبر، يعني بنتكلم على المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع،
أنه يسن أو لابد، مش يسن، لابد، لابد أن يكبر للإحرام وجوبا يعني، ولابد أن يكون ذلك حال القيام. فإن وقع بعض التكبير في القيام وبعضه في الهوي لم يحسب التكبير حينئذ، وإذا لم يحسب له تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته لا فرضا ولا نفلا، لأن تكبيرة الإحرام من مهمات الصلاة، إذ بها يدخل الإنسان في الصلاة. ثم للركوع، يعني ثم يكبر، بيتكلم على الأكمل، أنه يكبر لي الإحرام في القيام، فإذا أتى بها حال قيامه ها ركع مكبرا. ثم للركوع، أي ندبا، ليه؟ لماذا يكبر للركوع؟ قالوا لأن الركوع محسوب له وبه أدرك الركعة فندب له أن يكبر كغيره، أي كغير المسبوق. فإن نواهما مرة واحدة كده الله أكبر ثم شرع في الركوع ونوى بهذه التكبيرة أن تكون تكبيرة للركوع وأن تكون تكبيرة للانتقال، أن تكون تكبيرة للإحرام وأن تكون تكبيرة للانتقال، يبقى فإن نواهما بتكبيرة، يعني قال الله أكبر، نوى بها الإحرام ونوى بها الانتقال، لم تنعقد صلاته. ليه؟ قالوا لأنه شرك بين فرض اللي هي تكبيرة الإحرام وبين سنة وهي تكبيرة الانتقال. سنة، السنة مقصودة. وادعى إمام الحرمين الإجماع على هذا، ادعى إمام الحرمين أن هذه المسألة من قبيل المجمع عليه. وقيل كده خلصت المسألة دي كده، فاهمينها ولا لأ؟ عندك سؤال يا شيخ أسد؟ هذا كده كان الإمام في الركوع وأنا دخلت الصلاة ووقعت معه، لكن كده دخلت مع الإمام وهو قائم ثم دخل في الركوع في الوقت ليس لي أن أكمل الفاتحة. أنت ما أنت بتكبر تكبيرة دي ما ينفعش فيها. لا أقصد إذا لم أركع قبل الإمام أن يقوم من الركوع لن تحصل لي الركعة. تاني كده بقى سؤالك يا شيخ أسد، لأن سؤالك ينبغي أن أفهمه جيدا. يعني الإمام قائم في الفاتحة. الإمام في الفاتحة. ثم ركع. وأنا يعني وهو في الآخر فتح وأنا دخلت معه فبدأت بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، فلم يكن عندي وقت لأكمل الفاتحة. يعني أنت أدركت معه قدرا قدرا تقرأ فيه قدرا من الفاتحة وقرأته وهو دخل في الركوع؟ لا، لابد أن تحصله في الركوع. لو هو ركع وأنت انشغلت بالفاتحة ثم قام قبل أن تدركه لم تدرك الركعة. هذا في جميع المسبوق. لا بد أن في جميع المسبوق. أصل هذه المسألة يا ما درستها كثيرا وما زالت عالقة بذهني من دروس الأزهر، من دروس الأزهر الشريف. وقيل تنعقد نفلا، انت عبقري، بيقول اخونا اذا كبر للاحرام هل يشترط في تكبيره ان يعني يكون مطمئن؟ نعم نعم،
أحسنت، هذا دقيق. وقيل تنعقد نفلا، يعني تنعقد صلاته في هذه الحالة اللي هو نوى فيها إيه؟ نوى بالتكبير الإحرام والانتقال. قال في المهذب الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، قال فيه كما، يعني قياسا على، كما لو أخرج 5 دراهم، يعني شخص أخرج 5 دراهم، هذه 5 دراهم ونوى به الزكاة والصدقة، يعني وهو يعطي 5 دراهم لهذا الشخص، هذا الشخص مستحق للزكاة، فقال له خذ هذه 5 دراهم ونوى بها الصدقة ونوى بها الزكاة معا، نوى بها معا، فتقع صدقة، يعني تقع هذه 5 دراهم المخرجة صدقة نفلا، صدقة تطوع، تطوع عشان يقول ايه؟ يفرق بينها وبين الزكاة، بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب، يبقى هو قاس هذه الصورة على هذه الصورة كما قال المصنف في شرحه اللي هو في شرح المهذب المسمى بالمجموع. حلو كده؟ طيب، القائل بعدم الانعقاد بما أجاب عن هذا القياس، شوف بقى الكلام اللي جاي هذا القادم يفكرك على طول بشرح جمع الجوامع، تحس انه ايه نفسه ومنهجه واحد، يعني كلمتين تختزل دليل يشرح في صفحة كاملة. ودفع القياس اللي مذكور إنه هو قاس هذه المسألة على مسألة الصدقة، ودفع القياس بأنه ليس فيه، فيه يعني في القياس، جامع معتبر، يعني ليس فيه وصف يجمع المقيس والمقيس عليه في الحكم بس. وإن لم ينوي بها شيئا، في كلام لطيف قوي في الخطيب بعد هذا الكلام، عندكم في الخطيب قال إيه بعد كده؟ لأنه فرق هناك، بيقول لك إن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل، عايز يقول له هناك انعقدت ليه 5 دراهم صدقة تطوع ولم تنعقد نفلا، وهنا ما انعقدتش لا نفل ولم تنعقد كذلك فرضا؟ قال في فرق ما بينهم، هي ايه؟ انه تكبيرة الانتقال شرط صحتها حصول تكبيرة الإحرام، وهنا صدقة التطوع ليس من شرطها صدقة الفرض. ده كلام الخطيب، أعتقد أنه نقله عن الرملي. قال بيان بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل بخلاف ما نحن فيه، تكبيرة الإحرام شرطها، لا، تكبيرة الانتقال شرطها تكبيرة الإحرام، فصار تكبيرة الانتقال شرط صحتها حصول تكبيرة الإحرام، فأحدهما شرط في الأخرى بخلاف الصدقة. صدقة التطوع ليس من شرطها الزكاة،
فإذا بطل الفرض صح النفل. يعني هناك إذا بطل الفرض اللي هو إيه؟ اللي هو الزكاة، صح النفل اللي هو إيه؟ صدقة التطوع. ليه مولانا؟ قال لأن أحدهما ليس مرتبط ارتباط شرط بالآخر. شوف واضحة جدا وكأنها كانت شديدة الوضوح في ذهن سيدنا الإمام المحلي، فأشار إليها إشارة لطيفة خفيفة توضح المراد. فإذا بطل الفرض اللي هو إيه؟ اللي هو كونها تحسب عن الزكاة، بقي النفل وهي أنها تحسب صدقة التطوع، بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال. فإذا بطلت تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام، لم تصح تكبيرة الانتقال، فلا جامع بينهما حينئذ. يبقى الفرق ده يمنع وجود الجامع بينهما. طيب الفرق ده، الكلام ده موجود في النهاية بحذافيره، نقلوا من الخطم، نقلوا من والده، قال لي في كده أقول الوالد يعني الشهاب الرملي والده رحمه الله تعالى. وكان مرة زمان أنا كنت بدرس غاية البيان في الجامع الأزهر أول ما درست سنة 2003، وكنت وأنا بدرس غاية البيان كان دايما يقول إيه؟ وقال الوالد. فكان بعض الطلبة بيحضر وزي ما تقول ما كانش معاك كتاب يعني، فكل شوية يقول لي إيه؟ أقول وقال الوالد، وقال نقلا عن الإمام الرملي، هو بيقول وقال الوالد عن والده. فجاء لي هو والدك رجل فقيه؟ قلت له لا، بس هو انت مش واخد بالك ان الوالد، انا بنقل عبارة الرملي، الرملي الابن بينقل عن ابيه. فهي دي مشكلة ان هو ما كانش معاك كتاب. والده الشهاب صاحب فتح الرحمن، ولما تقرأ غاية البيان هو مختصر في فتح الرحمن، وهناك فروق دقيقة بينهما. لما عملنا كتاب فتح الرحمن نوينا ان احنا نضع فرق، نعمل كده بحث في الفرق ما بين فتح الرحمن وغاية البيان، ولكن من طبع الكتاب فوت علينا الكثير. يلا الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي الناشرين. زبد بن رسلان، شرح الزبد يا دكتور، من افضل ما يعني ما الف على الزبد. هل يبقى اكمل كده شيخ؟ كما لو اخرج خمسه دراهم مثلا ونوى بها الفرض والتطوع فيه فانها تقع له تطوعا ويفرق على ويفرق على الثاني. حته حلو، هي نفس العباره، ما جابش جديد، هو ما اتاش بجد، بس عايز اشوف ابن حجر ايضا. ابن حجر ما بيهتمش بالرد على الاول، ابن حجر بيهتم بالاقوال الراجحه وتقريرها والتفريع عليها. مدرسه كبيره ابن حجر. قول يا شيخ. ويفرق على الاول بان النيه لم يتفق فيها ما لا يتفق هنا، ولهذا بان ايه؟ بأن النية لم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا. بأن النية لا يغتفر فيها ما يغتفر فيه هنا. كمل كده. ولهذا قال الوالد رحمه الله تعالى إن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر. كلام المحل، والده أخذ ذلك من شيخ الإسلام وشيخ الإسلام أخذ ذلك من المحل، فكلامه رجع للمحل. لا، ما انا لما بقرا بشوف العمليه راحه فين، ماشيه ازاي، طالعه فين.
لأن صدقة الفرض ليست شرطا في الإسلام. هو كلام العلامة المغني، وبيخلص لنا الدنيا بطريقة بسيطة. فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الاعتقاد فلا جامع بينهما، وأيضا فالنفل ثم لم يحتج لنية أصلا فلم يؤثر فيه فساد النية بالتشريك، وهنا انعقادها متوقف على النية فأثر فيه اقترانها بنفسه وهو التشريك. الله، ده بقى كلام الفقه. قال لا، تاني كده بيقول لي بقى، وأيضا فالنفل ثم لم يحتج. ادينا كده الكتاب يا زيد. بيقول لك كده يا مولانا، بيقول كما لو أخرج 5 دراهم مثلا ونوى بها الفرض والتطوع فإنها تقع له تطوعا، يبقى كأن التشريك لم يؤثر في فساد النفلية، بس النفلية منعقدة لأنها ليست متوقفة على صحة الفرضية اللي هو الزكاة. بيقول ويفرق على الأول بأن النية لم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا، يعني النية في الأول اللي هو إيه؟ اللي هو تكبيرة الإحرام، النية لا يغتفر فيها التشريك، أما هنا النية يغتفر فيها التشريك اللي هو 5 دراهم. ويفرق على الأول، الأول اللي هو بيقول عليه إيه؟ اللي هو بيقول لك بأنه لا ينعقد لا نفلا ولا فرضا، بأن النية لم يغتفر فيها، بأن النية لم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا، لم يغتفر في النية ما يغتفر هنا. هنا ايه يعني؟ هنا في 5 دراهم، ما هو اغتفر في 5 دراهم ولم يغتفر في مسألة الصلاة. ولهذا قال الوالد رحمه الله ان القياس، ودي عبارة المحل، مدفوع وليس فيه جامع معتبر، لان صدقة الفطر ليست شرطا في صحة صدقة النفل، فاذا بطل الفرض صح النفل، يعني اذا بطل الفرض اللي هو الاخاص صح الاعم وهو مطلق الإخراج، اللي هيحمل في الآخر على النفل لأن دي أقل الدرجات، بخلاف تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام اللي هي الفرض إذا بطلت بطل معها النفل. ليه؟ لأنها النفل شرط صحته انعقاد الفرض. قال فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما، يعني لا جامع ما بين، لأن هذا الفرق مانع من الحمل، لا جامع ما بين مسألة الصلاة وما بين مسألة الخمسة دراهم. طيب بيقول وأيضا فالنفل ثم اللي هو في مسألة إيه؟ في مسألة إخراج 5 دراهم لم يحتج لنية أصلا، أنت لو دفعت 5 دراهم ولم تنوي شيئا هيحسب لك نفل، لأن الإعطاء أقل درجاته أن تكون نافلة لنية أصلا فلم يؤثر، أسكن النية إذا لم توجد هيحسب لك نفل، فإذا وجدت نية فاسدة هيلغى الفاسد لأن الممنوع كالمعدوم، مش من قواعدنا كده أن الممنوع كالمعدوم، النية الفاسدة كأنها لم توجد. فالنفل ثم لم يحتج لنية أصلا فلم يؤثر فيه فساد النية بالتشريك، وهنا انعقادها، انعقاد الصلاة متوقف على النية فأثر فيه، فأثر اقتران أو أثر التشريك في صحة النية، فأثر فيه في الانعقاد يعني اقترانها أي النية بمفسد وهو التشريك. طيب أخونا أنت عايز تقولي بقى، ده معنى الكلام هنا اللي أنا فاهمه يعني على حسب فهمه،
انت بقى عايز تقول ايه؟ قولوا ما يعني قولوا نحن معك. وعلى الاول يفرق بان النيه ما يغتفر فيها ما لا يغتفر له. بان النيه ثم اللي هو في الصدقه. يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا في الصلاه. لكن هذا كلام هل هذا كلام؟ ممكن ما يعني النيه لا يغتفر. والله اصله هنا بيقول ايه؟ بيقول ايه بقى عم الشيخ؟ بيقول ويفرق على الاول بان النية لم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا. لا يغتفر هنا. لم يغتفر فيها. لا، بان النية يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا. لم ديت فيها مشكلة. لان لم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا. يبقى النية لم يعني لا يغتفر فيها. لا يغتفر في النية ما يغتفر ما لا يغتفر. لا، العبارة دي فيها مشكلة. يبقى تصحيحها ان هو ايه؟ بأن النية يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا. لا، بأن النية يغتفر فيها. يبقى لم ديت فيها مشكلة. سمى فين؟ بأن النية ثم يغتفر. ممكن صح، بأن النية ثم يغتفر فيها ما لا يغتفر هنا، صح. أي والله، بص أهي. حل العبارة، قال لك لام ديت محرفة من ثم. لام دي محرفة من ثم، أحسنت. فكنا المشكلة. أنت عندك إيه؟ لم؟ لا. غلط. خطأ جسيم. غير المعنى. ما هو خلي بالك، اصل قراءة التراث دي تحتاج إلى خبرة وإلى تأمل، مش اقرأ كده بالكوم. فلذلك احنا بنقول لك قراءة التراث ينبغي أن تكون على مستوى النقطة والحرف والشكلة، لأنها مؤثرة. يعني شوف هنا ملك إيه؟ ثم لم، مع إنه هو لما تروح للمخطوط بقى هتلاقي إيه؟ ميم، وفيه اللي هي بتاعت الثاء، وممكن تكون بتاعت الثاء دي ايه؟ قصيره شويه. واحيانا بعض المخطوطات ما بتكتبش بقى الايه؟ يعني زي المخطوط بتاع الاردبيل، ما فيهوش لا نقط ولا اي حاجه. حط انت النقط انت من عندك. احسنت يا ولدي. عباره ابن حجر قال ايه بقى؟ ثم اهو سرقها من هنا. وكنا نظن انها من بنات افكاره خرجت منقوله. قلت الواد ده عبقري، بس ما حصلليش في الماليزيين عبقريه مثل هذه. قلت ايه ده نسخه ابن حجر الهيتامي ده ولا ايه؟ فطلع الواد عامل ايه؟ سارقها من ابن حجر. طب ماشي، يلا نكمل قراءه. والثاني وهو الصحيح تنعقد فرض. لا لسه. وان لم ينوي بها شيئا قال الله اكبر، لا نوى بها تكبيره احرام ولا نوى بها تكبيره انتقال ولا نوى بها أي حاجة، قال الله أكبر وخلاص. لم ينوي بها شيئا، لم تنعقد على الصحيح. يبقى لا تنعقد لا نفل ولا تنعقد فرض ولا شيء. عندك علل بإيه؟ طبعا لفوات يعني ده ما شركش كمان. ده إذا كان التشريك مبطل فالإطلاق من باب أولى. إذا كان التشريك اللي أنا بقول فيه بنية الفرض ونية النفل مبطل، فمن باب أولى الإطلاق اللي هو ما بنقولش بها حاجة أولى بالإبطال. عندك قال إيه في النهاية؟ وإن لم ينوي بها شيئا لم تنعقد صلاته على الصحيح.
قال رحمه الله إن قرينة الافتتاح تصرفها إليه. لا ده بقى الثاني لم ينعقد بها شيء. الثاني بيقول لك تنعقد فرضا، لأن إيه أول ما قال كده إن أنا بفتتح الصلاة افتتاحه للصلاة يصرف التكبيرة دي للإحرام. قالوا طب ما هو لما قال الله أكبر وركع الركوع يصرفها إلى الانتقال، فقرينة عارضت قرينة وإذا تعارضا تساقط بس، ويرجع إن هو مطلق والمطلق لابد، لأن تكبيرة الإحرام لابد لها من نية أن يقصد بها الإحرام الدخول في الصلاة وإن لم ينوي بها شيئا. فإن وهما بتكبيرة وإن لم ينوي بها يعني بالتكبير شيئا، يعني لا نوى الإحرام ولا نوى بها كمان الانتقال. يعني كأنه كده جعل النية فارغة، كأنه جعل التكبير فارغ، لم ينوي بها لا إحرام ولا ينوي كذلك الانتقال، بس كده بقى يبقى أتى بنية. ما هو بعد كده أتى بالنية المفترض انعقاد الصلاة بها. طيب بعد كده هو شرع بقى في الوجه الثاني يا مولانا اللي هو المقابل، يعني مقابل الصحيح. قال والثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني اللي هو ايه بقى مقابل الصحيح، تنعقد فرضا، تنعقد صلاته فرضا. بس هو خلي بالك وهو بيقول الله اكبر نوى ان هو يصلي مع بقية معتبرات النية، لكن لم يعين هذه التكبيرة لا للإحرام ولا للانتقال، بس أتى بالنية بالنية المعتبرة. الأول يقول لا تنعقد صلاته لا فرضا ولا نفلا. ليه؟ قال لأنه النية، لأن التكبيرة مترددة ما بين تكبيرة الإحرام وما بين تكبيرة الانتقال، ولا مرجحة لأحدهما على الآخر، وإذا تعارضا تساقط ما دخلش في الصلاة. الثاني يقول تنعقد صلاته فرضا كما صرح به، أي بهذا الوجه في شرح المهذب المسمى بالمجموع. ليه؟ قال والله أصله هو أما قال كده الله أكبر وهو مفتتح صلاته، هذا الافتتاح يصرف هذا التكبير إلى تكبيرة الإحرام، لأن قرينة الافتتاح، لأنه بيفتتح الصلاة بالتكبير، وهذا الافتتاح يعين أن هذا التكبير للدخول في الصلاة إلى تكبيرة الإحرام. والأول يقول، الأول اللي هو بيقول إيه؟ بيجاوب عن اللي بيقول لا تنعقد صلاته لا فرضا ولا نفلا. بيقول بقى مولانا، بيقول لك أنا سأعارض بالمثل، يبقى هو بيعارض بالمثل، إنه بيقول وقرينة الهوي. ما هو لما جه وقال الله أكبر وهوى، يبقى الهوي ده يصرف التكبير ده للانتقال. وقرينة الهوي للركوع تصرف التكبير إليه، يعني إلى الانتقال. فتعارضا، فتعارضتا، اللي هو ايه؟ اللي هو قرينة الافتتاح مع قرينة الانتقال، ولم يرجح احدهما على الاخر لعدم وجود المرجح، واذا تعارضتا تساقطتا، فلا بد حينئذ من صارف
يصرف هذا التكبير إلى يا إما الإحرام يا إما الانتقال، والصارف هو النية. حلو، حد عايز يسأل؟ احنا كده قرأنا بطريقة دقيقة الحمد لله. وإن نوى بالتكبيرة التحرم فقط، واضحة جدا، نوى بالتكبير التحرم انعقدت الصلاة ولا خلاف في هذا. نوى بالتكبير الانتقال لم تنعقد صلاته وما فيش مشكلة وواضحة جدا جدا ولا خلاف في هذا. لذلك يقول إن نوى بالتكبيرة التحرم فقط لم يخف الحكم، أو نوى الركوع فقط لم يخف الحكم، كما قال في المحرم، يعني كما قال الإمام الرافعي في كتابه المحرم الذي اختصره الإمام النووي في المنهاج. من الانعقاد في الأولى من أنه إن نوى بالتكبيرة التحرم انعقدت صلاته على ما نوى، وأنه إن نوى بالتكبير الركوع لم تنعقد صلاته، واضحة جدا، وذكرها مع وضوحها لاستيفاء الأقسام. طيب، سائلين المولى التوفيق فيما نحن فيه.